في كان تقرير خطير للغاية صدر في صحيفة أمريكية اسمها بريت بارت. هذا التقرير بشكل أو بآخر بيتحدث في مسألة حساسة للغاية وخطيرة للغاية ويستشرف بها المستقبل. إيه اللي قالته صحيفة بريت بارت؟ قالت إنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هو الاسم التالي في قائمة المطرودين أو المرشحين للطرد من البيت الأبيض، من الدائرة الداخلية الضيقة للرئيس ترامب. بسبب إيه؟ بسبب مصر، بسبب زي ما قال الموقع الأمريكي، قال بسبب قضية وأزمة المساعدات الأمريكية لمصر، بالإضافة طبعا للقضية الفلسطينية وفشلوا فيها والأزمة القطرية وإدارته لها. التقرير اللي منشور في بريت بارت الأمريكية بيقول الإدارة الأمريكية بتعاني تناقضات في تعاملها مع مصر، وبتقول كمان بعد قرار حجب جزء من المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، الرئيس الأمريكي حاول أنه يصلح ما أفسدته وزارة الخارجية مع القاهرة بسبب قرار المعاناة. الموقع قال ان ترامب اجرى اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم يغير هذا الاتصال الموقف المصري الغاضب في محاولة منه لإصلاح ما افسده تيلرسون. يبقى الموقع بيقول ان ترامب حاول ان هو يهدئ من غضب القاهرة، يهدئ من غضب الرئيس السيسي. ده على عهدة ورواية مين؟ الموقع الامريكي بريت بارت، الصحيفة الامريكية بريت بارت، بتقول انه تيلرسون المرشح ان هو يغادر، يطرد من البيت الابيض نتيجه اخفاقاته المتتاليه في بعض الملفات، اول هذه الملفات سوء ادارته للعلاقات مع مصر وموضوع المعونات وقطع المعونات. وبيقول انه الموقع انه الرئيس الامريكي كان غضبان لانه هذا الرجل مش قادر يفهم توجهات الرئيس مع القيم الامريكيه. وبيقول ان مصر دوله محوريه ودوله اساسيه ودوله رمانة الميزان في المنطقة، لا يجب أن يتم إغضابها في هذا التوقيت. حاول الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر تقليل قلق القاهرة ومحاولة محاولة إزالة غضب القاهرة، لكن كما تقول الجريدة بريت بارت إنه فشل ترامب في إزالة الغضب أو تخفيف حدة الغضب من القاهرة خلال الاتصال التليفوني بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت الصحيفة الأمريكية إن ترامب محبط ومستاء من سياسة وزير خارجية تيلرسون حول قطر لأنه تبنى سياسة مخالفة لتصريحات الرئيس الأمريكي.